Ձեր գերազանցություն Եգիպտոսի արաբական հանրապետության մեծարգով նախագահ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والحضور الكرام السيدات والسادة، أولا وقبل كل شيء أود أن أعرب امتناني لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على زيارته، على تلبية دعوته للقيام بزيارة إلى جمهورية أرمينيا، وكمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لي وللوفد المرافق لي. جمهورية مصر العربية في الشرق الأوسط من أهم الشركاء في الشرق الأدنى، فأنا أشيد وأقدر تقديرا عاليا الفرصة دي علشان احنا نقدر نلتقي بعدنا البعض. بالاحتكاكات والتواصلات المتكررة بين قادات دولتين والتعاون المشترك المتبادل مش هي الشهادة على العلاقات الدافية بين بلدينا فحسب، بل كمان رؤية للمستقبلية مشتركة. ف فيما يخص في جنوب القوقاز والشرق الاوسط الصراع والتوتر والمتطورات والمستجدات، خلال اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا تطرقنا الى مسائل امنيه واقليميه وذات الصله في المنطقه وكمان في جنوب القوقاز وفي الشرق الاوسط. ناقشنا جهود مصر وارمينيا لاحلال السلام في المنطقه وفي جنوب القوقاز، تأكيدا على أهمية إحلال السلام في المنطقة وكمان بدعم الشركاء. أنا قلت لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي تقدير أرمينيا تجاه الموقف المتزن لجمهورية مصر العربية والموقف البناء. أنا قدمت لزميلي المستجدات لمباحثات ما جانب الأذربيجان لتسوية النزاع، وأكدت أعدت التأكيد على نية أرمينيا لتسوية العلاقات وتطبيع العلاقات بناء على اعتراف بسلامة أراضي بين الدولتين وترسيم وتحديد الحدود حسب إعلان المآتي عام 1991 ميلادي في جنوب القوقاز وفي المنطقة بشكل أرحب كاستقرار محوري جدا، كمان رفع الحصار عن البنية التحتية في المنطقة وكمان سيادة الدول واحترام قوانين الدول والمعاملة بالمثل والمساواة كمبادئ. ففي هذا الصدد احنا بلورنا وقدمنا مفترق طرق السلام كمبادرة اللي إحياء وتنفيذها قد يمكن أن يغير الوضع في المنطقة كلها، وبالتالي نبني تعاون مشترك فعال بربطنا مع الشمال الجنوب والغرب والشرق. فخامة الرئيس أرمينيا تتأسف جدا بخصوص اشتداد الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي عشرات ألاف في الضحايا الأبرياء، فإحنا نتأسف. فإحنا شهدنا بأنفسنا هجمات على المدنيين السلميين وعلى البنية التحتية المدنية، وبالتالي احنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وبالتالي احنا كمان نشيد بخطوات جمهورية مصر العربية لادخال المساعدات بدون اي عقبة، وكمان لاستقبال جرحى الفلسطينيين يعني اجلاء الاجانب من المناطق. وكمان احنا ناقشنا علشان احنا كنا محتاجين للنصيحه ومشوره الجانب المصري علشان المساعده الانسانيه لادخال قطاع غزه نوصلها، علشان احنا عندنا مشاكل لوجستيه. واحنا بنشكر بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته وعلى استعداده لمساعدتنا، ووزراء الخارجيه بين البلدين في المستقبل راح يشتغلوا في حل المشكلة عمليا. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإسرائيلية والنزاع، فأرمينيا دائما دعمت مبدأ حل الدولتين. في جدول عملنا الثنائي أعوز أشير بارتياح إلى أن جمهورية أرمينيا وجمهورية مصر العربية دلوقتي عندهم تعاون مثمر في مجالات السياسي، ثقافي، علمي، تعليمي، سياحي، و
وفي مجالات أخرى وفي مجالات مثمر في تعاون مثمر في متعدد المنصات. مصر بالنسبة لنا شريكة موثوق فيها وكمان في علاقتنا مع العالم الإسلامي وفي حوارنا. ومش هقدر لا أشير إلى بين أرمينيا وجمهورية مصر العربية في علاقاتها في أهم مكانة مميزة جدا للجالية المصرية الأرمينية اللي بتسهم لقرون باستمرار في لتنمية مصر وكمان في تعزيز الروابط بين بلدينا. وفي هذا الصدد عاوز أتقدم بشكر الجزيل والشكر الخاص على الرعاية والمعاملة اللي على مستوى الدولة هؤلاء الأرمن استمتعوا بها وبيستمروا في استمتاع بها. فخامة الرئيس، بعد زيارتكم إلى جمهورية أرمينيا من الملحوظ اهتمام مستثمري المصريين في أرمينيا وفي قادة شركات مصرية معروفين قاموا بزيارة إلى بلدنا على أرض الواقع ليتعرفوا على أرض الواقع على فرص الاستثمار. وأنا آمل في أن في إطار الزيارة دي وفي اللقاءات اللي بتحصل مع رجال العمل المصريين احنا هنناقش الموضوعات دي وهنؤلي دافعا جديدا لعلاقتنا الاقتصادية بين بلدين. فدلوقتي بخصوص تطوير العلاقات التجارية التبادل التجاري في عمليات وخطوات عملية بتحصل في السنة الجارية من المخصص تتم الجلسة الاعتيادية للجنة الحكومية المشتركة وكمان هيكون منتدى رجال أعمال من إرسه وكمان من المتوقع عقد منتدين آخرين خلال السنة. فحكومة جمهورية أرمينيا هتشجع رجال الأعمال الأرمن أن يشاركوا في المنتديات اللي هتعقد في القاهرة في تطور ديناميكي في مجال السياحي بين البلدين. بالنسبة لمواطنينا بجمهورية مصر العربية ولسنوات باستمرار من أفضل المقاصد كاستراحة وسنة تلو أخرى عدد السياح الأرمن لمصر يزداد عددا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بختاما في كلمة عاوز أؤكد تاني مرة إن إحنا خلال سنتين الأخيرتين في أهمية كبيرة جدا لزيارات متبادلة على أعلى مستوى اللي يعطي حافزا جديدا. وأنا أتمنى إنجازات جديدة والنجاح لمزيد من النجاح وسداد بين بلدينا من أجل رفاهية وازدهار بلدينا ودولتنا. مرة أخرى بشكركم على حسن الاستقبال وتكرم الضيافة. شكرا.